عسلامة عسلامة، شني احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا فيا اليوم. شنو احوالكم البنات؟ شو عاملين في الطقس هذايا؟ تقلب فرد مرة هو الطقس، اني بصراحة نموت عليه نموت عليه. كيف يبدأ كيف ما هيك، معناها الدنيا مغيمة والمطر تصب، مش عارفة علاش اني نحب نحب الطقس هذايا، غير انه البرد برشا وكاهو. اما والله البنات اليوم كالطقس يعني بدي بشي يغيم وبدي بشي يصب، حبيت نخرج نعمل دورة لبرا، راكم تشوفوا في السمية كيفاش. من بعد المطر باش تبدا تصب ان شاء الله يا ربي يرحمنا. كما تعرفوا الواحد ولا مشتاق انه باش يشوف هالحاجات هذيه كيف المطر وكل، ان شاء الله ربي يرحمنا. هكا علاش خرجت حبيت نعمل دورة، وزيت باش نمشي نقضي. كما ديما نقول لكم ماني نحب كل ما نمشي نخرج لازم باش نعمل دورة على بلاصة مثال باش نقضي منها ولا حاجة. حسيلو شوفوا لهني بديت هكا تصب والمطر، وشوفوا محلاه المنظر. حسيلو مشيت المساعدين عملت طلع على ما تو باش نمشي لدار خالتي تسكن. حسيلو هكا بحثة فيها قصية، حسيلو معناها نهار كيف ما هضاي نرمال مرة اني قاعدة متدفية اني درت البلايص الكل. اما منسيلش هاكا خديت شحنة وطاقة لهني، مازال بكري راهو. باش نروح عندي الكوجينة باش نخملها معاكم. ريتو البارح عملت كل الفطاير وكل، من بعد خرجت وباش نرجع ننظفها بالباهي. ما حبيتش نغسل الماعون ونخرج منها، حبيت نعملها روتين كما نقول روتين عميق. اما مش روتين عميق عليها هي، خاطر الجمعه اللي فاتت بركه نظمناها. اليوم باش نعمل الفور والبلاك ونحكهم بالباهي. شوفوا محلاه المنظر تاع الشارع، ديما تقولوا لي صور لنا الشوارع خلينا نشوفوا معاك الجو اللي في تونس. هاكم تشوفوا في الجو البنات. شبيك ما هزتش تليفونك صورت عندك ما قلت لك ما في باليش تو تو شكري زي هني. اجاو اعملوا معايا طلة للبوتيك اللي ديما نقضي من عنده، اسمه اسباس دارنا، هو بحذا داري. اسباس دارنا هو بحذا داري. ضي وقت اللي نفد نمشي نعمل دور عليه، والله نلقى فيه كل شيء كل شيء اللي نحب ناخذه للكوجينة نلقى فيه. اما بالنسبة لي معناه اليوم باش ناخذ البرودوي وكهو اللي باش نشري باش نعمل بهم الفول. نتو بحلاهم لبناتك الحكوك في اول الحانوت دوكم المدورين اللي جاي يبيعوا فيهم برشا على الفيسبوك، ياسر براتيك ومحلاهم. والكعبة تتغطى مليح راه ماهوش كيما يعني كي تبدا الحكة ما تتسكرش. محلاهم والله عجبوني على الاخر معناها. والحكة كما قلت لكم ماكل تتسكر مليح، مش شكل تقعد محلولة ولا الهواء يدخل ولا حاجة. عجبوني على الاخر، قلت وبالكش نرجع ناخو كعبة هيك صغيرة وكعبة كبيرة. ديما نحب اني الحكوكة اللي بغطيان متاعهم باش نلقى وين نحط هيك حلو قدو حاجة، برغم انه عندي يعني متاع قدو اما ما نعرفش ديما هكم تشوفوا فيها ديما واني في الكوجينة. وديما نحب كي نعمل حاجه نعملها بزيد نحب ديما كل بالغطيان، موت عليهم اللي بالغطيان. هذوما زاد لقيتهم جابوهم جدد محلاهم، اني عندي منهم الكبار هكا القري والروز، ولقيتهم جايبين منهم الصغار زاد تحفونين على الاخر وكل يتسكروا بالباهي. الاسوام هاكم تشوفوا فيها ماهيش غاليه، ارخص من عزيزه بالفين مره. رجال الحاجات اللي يجيبهم عزيزه هما موجودين لهني. اما اني كيك والله ساعات عزيزه نحبها مثال كي تلقى فما برومو معناها مثال قوالب. اخر مره هكوم وقت مشيت شريت من عزيزه بصراحه هذيك بالحق معناها مستحيل تلقاهم في اي بلاصه. اما كل بلاستيك هذايا الكل موجود لهني. صحيح عزيزه ساعات فما حاجات تجيبهم كمزيانين شويه معناها تحسهم مش موجودين في كل بلاصه، اما
اما البلاستيك الكل في كل بلاصه تلقاه البلاستيك. لاني لقيت امراه محاسيلو شدتني قالت لي عاش بنتي اجا اختار معايا شنو نشري، تحب تاخو حاجه هيك قالت نحط فيها ماكله وكل. قلت لها يا طاره ماهوش به البلاستيك ما تحطش فيه السخون، قالت لي نحط فيه سخون كي نطيب حاجه. قلت لها راهو البلاستيك ماهوش به. هي قالت لي لو حاليا اجا اختار معايا ملا حاجه نحط فيها سلطه كل حاجة نوريها لها تقول لي لا مش كي هيك هديك تاخذ حاجة بختها خير تقعد لك، حتى كي تفضل لك حاجة تبدأ بختها. قالت لي لا ما نحبش بختها. وريتها قالت لا. بعد خذيت واحدة هيك وريتها لها عجبتها خذيتها. شوفوا هذوما محلاهم زيدا متاع فريجيدير يهبلوا. أول مرة نشوف منهم، أول مرة جاو أول مرة أجيبهم، ياسر محلاهم عجبوني على الاخر. يمكن باش نرجع ناخذ منهم، تحسهم كم منظمين زاد حتى للمارو. هذوما البنات الحكوك اللي اني ديجا واخذه منهم وشفتهم عندي، وبرشا منكم سالوني او كان موجودين الحكوك الكل بالالوان الكل وبالموتيفات الكل. كيما قلت لكم اسباس دارنا هذايا البنات في الفندق بحث داري ونسكن اني لهني. خديت هذوما البرودويات كيما جودي كيما الشوك اللي نمسح به القاعه زاد ناخذ فيهم لهني. اما ما لقيتش المره هذه، لقيت كان جودي، وجودي ما مش خايب، اما بالنسبه لي الشوك اخير ب 2000 مره عجبني. ما لقيتش الشوك، قالوا تو بريود اخرى نجيبو. هذه البرودويات المشكله ما عندهمش شكل برشا اشواء، معناها كيما فورس اكسبريس ما جابوش منه، واني هذاك اللي لوج عليه ما لقيتش من المجازان الاخرى اللي نقضي منها الفما، والله غالب ما سهيت عليه وما شريتوش. لقيت كان هذايا الشوك برودوي متاع الغاز والفور، تشوفوه من بعد الحقيقه مش حاجه بالكل. هذايا زاد برودوي متاع غاز خفت منه بصراحه. ساعات الواحد يشري حاجه مارك مش معروفه وتعملك البلايص وبقايع في الغاز، عاديني ما حبيتش ناخذ حاجه كتكون ما نعرفهاش الحقيقه. دبوس هذيك ما نعرفهاش. هذوما لقيت زادا سلاتة صغيرة هيك، هما يعملوهم للبلار، اما البلار ماهيش براتيك جملة تخلي البلايص، والمصريين ديما نعرفهم يستعملوهم للرخايب. ديجا ما فماش حتى دار مصرية ما عندهاش سلاتة هذي. عاد وليت خديتها قلت برا خليني نجربها، حاصل وخديت حاجات ما هم شكل ما عجبونيش، معناها بصراحة ما عجبونيش برشا. كل ما نجي لهني نقعد نلوج على حكا كده باش نوريهم لكم. كيما هذوما الزرق اللي اني هزيتهم توا، اما شفتوا البنات هذيا من برا تحسها كالجري هذيك ماهي شكل يابسه طريه. فما مره برك جابوا واحد اخرين من برا تبدا قش عليه حكا كحديد، راهم يهبلوا بالحق مش نورمال. اللي جا من كثر ما عجبتني الحكاكه حتى كيف معناها قدمته كل خليتها للتراس، اما ما عاودوش جيبوا منها. كان تلقاو منها خذوهم وعينيكم مغمضه، نفس الشكل متاع هيكي، وهي من برا تحسها كيما حكاكه حديد، شبه شويه معناها ماهيش حكاكه حديد، اما هيك معناها القويه شويه من برا. وليت هذوما خديت سبونج، هذوما لقيتهم كباهين حتى النوعيه متاعهم، وهذوما منا يحطوا كل ما يخصك لبن اسمهم كل نمسحوا بيهم تاع البلار، وهذيك اللي تستقطر عليها المعون ما عجبتنيش اللي تستقطر عليها المعون، خاطر ديجا خذيت منها وحسيتها كالغليظه برشا وتسيب شعره ولا كفتي ما عجبتنيش. باش ناخذ اجاكس وكهو. هيا وتحزموا معايا البنات تحزموا معايا، خاطر عندي قضية كبيرة في الكوجينة اليوم بالحق. ما قعدتش الجملة، اما محلها راحة بعد من غدوة نحس روحي مرتاحة وما عنديش قضية كبيرة، معناها حاجة خفيفة بر. هاكا شنو خذيت الشوك هذاك الغاز والفول، وخذيت جا قاعدة نفطر هاكم تشوفوا فيا. والله ما فطرناش مازلنا، قلت اني توكي نكمل قضية وراجلي يكمل خدمته ونقعدوا بالباهي ونفطروا بالباهي، نتسماو نتعشاو مش حتى نفطروا. هذيك السلات اللي قلت لكم عليها، هذاك الشوك ولا جاكس، وخذيتك برودوي هكا ما اللي فات خذيته ألفة طفلتي عجبني على الاخر، ريحته بالجوز الهند يهبل يهبل يهبل. تخيلوا انتم جوز الهند معناها ريحه تقتل، وهي في الدار هو اير فريش تخلط بالمي ولا تنجم تمسح بيه زاد. اماني حطيته فك الدبوسه هذيك، وحتى الدبوسه هذيك نشري فيها من عندهم، وتوا عندي والله عندي يمكن 3 سنين ملي واخذتها ولبس عليها كهو. عجبني زاد الايرفريش هكا،
اما مشكلته مشكل يبقى برشا، غير اني ما خلطوش برشا مية باش الريحه تشد شويه. كي نحطه هنا على الموبل ولا ريدو سافا. واخذت لهني البرودوي ورشيته على الفور، هاكم تشوفوا في الفور عندي بصراحه ما حاله ما يسرش. والله حاله ما يسرش، تعرفوا ديما فمك البلاتويت معنا ما عمره ما يفرغ. وبصراحه اني كل ما نجي باش نمسحه ولا حاجه نقول لو حاليا تو وقت اللي نشري برودوي نمسحه، على خاطر ما نحبش نحكه لا بحكاكه حديد لا بحتى شيء. عرفتوا خليته هكاك، كل مره قلت نشري برودوي، كل مره قلت نشري برودوي نمسح بمسحان حتى لين تجمل. اخر مره عملت لك الكرواسون عاد تهلك وقتها الزبده، عرفتوا الزبده تبدا تطش فيه، مع اني عملت توا خبز محشي كهو لصق فيه الدهون. وذوكم حتى الحمالات زاد رشيت عليهم، هاكم تشوفوا فيه كيف نوع. حطيت زادة على البلاره، البلاره ما نجمتش نحاها، ما نعرفش اذا هي تتنحى ولا ما نتصور تتنحى يعني ما نعرفش. في الكتاب نتاع الفور لقيت فيه انه هو يخسر روحه بروحه، ما عرفتش كيفاه، ما لقيتوش الكتاب حتى باش نرجع نشوف كيفاش، ما لقيتوش الكتاب نعشر رجلي ونخباه. نشوفها كيفاش الحكايه انه ينظف روحه بروحه، يمكن يسخنش ولا حاجه باش كي تمسح تتنحى ديريكت. حاسيلو رشيت فيه كل الشوك وخليته، وجيت لهني باش نكمل نظم الكوجينه. هذوما الساليه اللي خدمتهم معاكم، اني يعني حضرت كميه كبيره، هزيت فطور صغاري وكل، وكلينا منهم اللي باش ناكلو. بقاي هكايا هاونا للعشي. واني اصلا ديما هيك كي نحب ديما تقولوا لي تعمل كميه كبيره، خاطر نحب كي نوقف البنات نعمل حاجه باهيه، مش شكل مش اكل نطيب وتوفى. قولش عليا لا تعبت لا وقفت. زاد اخر مره قلتوا لي على الكرواسون كيفاش تستحفظ بها كميه كبيره، صدقوني الكرواسون كيف في صبحيه ما قعدش، عطيت لحماتي وكلينا احنا ما قعدتش حتى كعبه في الصباح بركه. وفي بقيت العجينه كل وقت عملت معاكم اكل بالتفاح، زاد هكايا خليته فطور الصباح زاد ما قعدش. أولا لهني البرودوي الحقيقة هذا ما عجبنيش جملة، الشوك هذا جملة ما لا تشريوه ولا تخمو باش تشريوه. أنا بالنسبة لي ما ساعدنيش بالكل، ما نظف ليش، خاطر يمكن خاطر جربت ما أقوى منه. أكل نعرف معناه كيفاش البرودويات هكوما كي تحطهم على حاجة ديريكت ينحيولك الحاجة. أني اللي هكا بالحكاكة حديد وما تنحاليش، ما نظفوش النظافة اللي أنا حبيتها معناه، إلا بعد يمكن جي ساعة واني نحك فيهم أكل حك فيهم بالحكاكة تحديد باش نحها وكل ليتاش. كما تعرفوا زبدة وطيبت فيه الفور مرتين عاد كهو لسقط غادي ما حبش تتنحى. برغم الفور بديت نظف فيه هو مازال سخون معناها ما كسالي. حطيت زادة على الغاز هكوما كالبلايس وين الراس متاع الغاز هكوما يلصقوا فيهم زادة هكا نكت متاع زيت كان ميتمسحوش يلصقوا ما يحبوش يتنحى. حطيت رشيت عليه زادة، ما رشيتش على البلار خط البلار نظيف ما في حد شيء. وكهو جيت لهني هيك ذيك العجينة زادة غسلتها ومسحتها بالباهي، وكان حاول اني نعمل حاجة باهي للكوجينة باش تبقى لي نظيفة. باش نغسل الماعون كل عسلامة قو عسلامة. سكينة. سكينة فش نعمل يعني نقعد نطيب بصر نخسق في الماعون كل معونة. تو جيت لك الحمالات هكوما الحقيقة الحمالات فيسع ما نضافو على خاطر تو معناها تهلكو هاكا ديجا اني نعمل لك بالحكاكة هو ما يتنحى. رجعوا نظيفين تقولش عليهم تو مشريين، ما خليت فيهم حتى بلاصه. بعد ما نحكيش عاد يدي حاسيلو ليه الكامل واني بالكريم كما تعرفوا برودوي قوي مع حكاكة حديد. حاسيلو ما نحكي لكمش، لازم الواحد من معناها بعد ما يكمل اني كما قلت لكم الكريم تاع اليدين وليت حطيتها في القجر تاع المنديله. وقت اللي نمد القجر ونمسح يدي نحط شويه كريمه، سينو كان يتخبى ولا حاجه راني ما عادش نمد ونبخل. كاو جيت لهني للفور هاكا البلاصه اللي نحسها ما حبش تتنحى نعملها شويه بالحكاكه حديد. وحكيت لاخر الكل هكا شويه وضمه زاد حتى الحملات نتاع الغاز. ف
فما بلايس حسيتهم ما حبوش يتنحاو هني معنا نسيس فيهم بشوية، ما نحاول اني ما ننزلش وكهو ما نعرفش وقتش تعملوا كنت عرفتك البلي تمسح حكم تشوفوا فيها مستحيل مستحيل كان اني وقت حتى وقت اللي نطيب قهوتي نمسح الغاز مش عارفة اني فما كنت هيك نحسهم يدخلوا من الداخل للريوس اني الريوس ما نحبش نحيهم ديما معناها ما نغسلهمش حبهمش يتهلكوا ممكن كيك تهلكوا على كيك رجعتك الرسم تاع الغاز هذوكم نظاف ما فيهم حتى شيء ديما نمسحهم نحاول اني انهم ما يتهلكوش ولا ما يكحلوش وعملت مسحه فوق الفايونس ناس الكل في تعليقات قل سيرين سبق الهوت سبق الهوت راه مش تهلك الكوجينا بالفابور وبالزيوت ان شاء الله يا البنات تو ناخذها ان شاء الله في اقرب فرصه ناخذها المشكله انه احنا لهنا هيك في ترفر الحقيقه الاسوام ارخص برشا من البلايص اخرين الهوت مشيت سمتها ديجا كنت وقتها باش ناخذها مع الالكتروميناجيه غير الفلوس حصرتني على الاخر معناها الهوت في ترفر لقيتها ب600 ظهر لي ب600 خاطر هما فما المحالة معناها ماركويت وكل انا خديت معناها اخترت واحدة متوسطة بصراحة ما خديتش حاجة غالية الحاصيل ومشيت باش سمتها معناها مشيت باش نشوفها كنهار لقيتهم وفا قال راهو وفا ويمكن يجيبوش جمعتين اخرين ثلاثة جمعات اخرين مشيت الحوان تاني من غير ما نسمي عاد لقيتها نفس الهوت ونفس الماركة لقيتها ب870 يعني تفرق فهمتوا 270,000 كاملة معنا الفارق عاد قلت انه ميسي لشتا نقعد نستنى في نستنى في ترفر حتى لين ناخو منهم ودي جاء منه ولا منه اني معناها مش محضرت لها بلاصتها نقبت لها بلاصتها كل حتى لين حصل ركحها باش يكمل يجيني جاري ركح لي البيبين وركح لي بلاصه الهوت وقبها لي حتى لين نركبها نعرف اللي هي ابجل حاجه تو بالنسبه ليا في الكوجينه ابجل حاجه خاطرك الدخان كله والله نبدا نطيبك الدخان الكل يبدا ماشي لك المروات من الفوق وحتى المروات من الفوق ديما بك الدهون ونخاف لي يبوتوا ولا حاجة يدخل لهمش الهواء وكل عاد بالحق حاجة تخوف فكاو اني خديت قراري انه حتى شكر قطورة راو حاجة لازم نبجلوا برشا حاجات على هي تو ان شاء الله البنات بديت اخرى مادام جابوا في درفر مادام اني ركحت لها بلاصتها وكل حتى لين بقدرة ربي تو نركبها وحكيت الرخامة نحاول اني ما نجيبهاش على ركن القهوة باللي سألتوني على ركن القهوة منين خديته راني صنعته عند سي توفيق اللي خدمني الكوجينة البنات هوكا في جولة في الكوجينة وحطيت لكم نمروه نجم تخدموا عنده كان ركن القهوة معناها بالنسبة لسوم ركن القهوة اني ظهر لي عملتها 180 يدي سلم 180 خاطرها كبيرة شوية 180 ان شاء الله ما نكونش غلطة كبيرة راهو يمكن هتشوفها صغيره في الفيديو تشوفها صغيره اصلا ديما الحاجه في الفيديو تصغرها اما هي راهي في الحقيقه كبيره فوق المترو في بالي الطول متاعها يعني تهز برشا تنجم توما تعملوا حاجه صغيره معناها اما راهو نجم يخدم لكم ركن القهوه كهو ما غير ما تخدموا عنده الكوجينه حاسي لو جيت لهني تو البارتي هذه من بلاصه لبلاصه كملت غسلت المعونه اللي عندي ورجعت كل حاجه لبلاصتها خاطر زاد اليوم قضيت الدجاج وكل سكالوب وكل رجعتهم لبلاصتهم يعني حست حوسه كبيره اليوم في الكوجينه عرفتوا الحوسه اللي عملتها اليوم والبارح تخليني جمعه كامله بخلاف اني نطيب ما نعمل حتى شيء ولما خفيفه وكهو هذيك البروسه اللي حكيت بها بصراحه ما عجبتنيش حكيت بها الشيشمه وكهو قلت هاني للشيشمه باهيه مش خايبه ونكمل النشف الدنيا وذاك المعون باش نرجع لبلاصتو بالطبيعة وهكا نكون كملت ومحلاها كي تبدا كل حاجة شادة بلاصتها هكوما كالبلاتوات اللي حطيت فيهم السالي رجعتهم لبلاصتهم وتو باش نسيق يعني ما نسيقهاش ديما على خاطر معناها الكوجينة راني ديما نمسح فيها في الصباح نمسحها بعد ما نكمل نطيب نمسحها يعني ما عنديش علاش باش كل يوم نقعد
باش نقعد كل يوم واني نحن نصب في المي ونصيق. وزيد الكوجينة عندي متركنة كما قاعدين نشوفوا، كانني ندخل فيها صدقوني كانني ندخل لها، ندخل لها حد احد ساعات كاولادي مثل في العطلة ولا حاجة اللي يخرجوش الدراس ولا حاجة منها، اما ديما اني فيها وحدي. اكيد معنى اني مش باش نخليها لدرجة انها باش تولي بكلها تراب ولا ماكلة ولا حاجة، هاكم تشوفوا فيها حتى الماكلة ما ناكلوش فيها، كي تبدا نهار به نخرج للتراس. واصلا كل واحد داو صغار يقرا ويفطر في الروضه، عاد اكل ما تتمسخ ليش حاصيل. وديجا هي كما تعرفوا الكوجينه هذوما ما يحملوش برشا انك ديما تقعد تحك وتصب في المي. انا مره في الجمعه ولا في الجمعه ونص كيك كل ما نحسها تستحق ولا نعملها تنظيفها بيا نصيقها. كاو كملت صيقتها ومسحتها. نعاود نقول لكم راهو هذاك ماهوش باركي، راهو ايفي باركي سيراميك عادي للبنات، اما غير هو معناها ايفي باركي تحسوه باركي، اما هو راهو ماهوش باركي. الناس اللي ديما تقولي راهو يشرب لك المي وراهو ما يحبش المي. وبطبيعه عملت دوره على البورتفينيتر والشباك مسحتهم. احلى منظر هو الحوض كيف يبدا فارغ، خاصه في الليله. في الليل بالحق نحس براحة نفسية، نحس روحي من غدوة ما عنديش برشا حاجات، خاطر الحقيقة من أكثر حاجات في نهارنا اللي تشدنا ليد والوقفة هو الماعون. ما تنجمش تعمل روحك ما ديتش الحوض ولا ما ديتش الماعون كيف انه مدكم ولا حاجة. كيف نرجع زد الماعون لبلاصة زد، بالنسبة لي اني انجاز والله انجاز، يعني شايح في ساعة ومسحته ورجعته. تاو لهنياكم تشوفوا في في الفور زادا يلمع بكل، عملته بلا جاكس من برا نظيف ما فيه حتى شيء، حتاني ايديا تهلكوا فيه. والله بصراحة خايبة كي انك تجمل حاجة، لازم كل حاجة يعني في وقتها تتعمل، سينو بصراحة تعبك على الاخر. كما قاعدين نشوفوا كما قاعد فيه حتى شيء نظاف الكل، كدهون الكل تنحات، حتى كل الحمالات زادا نظيفين ما خليت فيه حتى شيء، حتى الأطبقة هكوما اللي نطيب فيهم زادة كيف كيف غسلتهم بالبيه. جربي هذوكم تحسهم يلصقوش الحاجة في ساعة في ساعة، معناها حكيتهم رجعوا لبلاصتهم معناها نظيفين، وفي ساعة في ساعة رجعوا كما هما معناها. وكهو آخر حاجة باش نعمل تبخير للكوجينة مادام عملت فيها حوسة هيك باهية وجاينا وعملت تبخيرة للكوجينة. وهيك نكون وصلت بكم للآخر الفيديو، إن شاء الله الفيديو اليوم عجبكم وحفزكم، حتى انتوما اللي عندها وراها حاجة هيك تحب تعملها تقوم كيفي وتتشجع لها ومحلاها راحة بعد التعب. نحبكم برشا وعلى خير.